سؤال ثاني، نعم. هل يجوز المشاركة في مسابقة جريدة الجزيرة؟ طيب، شكرا. شكرا لك يا أختي. طيب، هي سألت أيضا الأخت سارة بالنسبة للمشاركة في المسابقات التي تعلنها الصحف اليوم. تضع هناك رقم، تكلفة المكالمة 5 ريال، ويشارك الجميع. السؤال يكون في الأغلب يكون سهلا، وبعد مع ذلك يتم اختيار بعد ذلك بالقرعة الفائز يحصل على سيارة. أي نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، والمسابقات هي إحدى القنوات التي تستعملها الصحف وأصحاب السلع على شتى صنوفهم واختلاف خدماتهم وسلعهم التي يقدمونها، يستعملونها للترويج وترغيب الناس في الإقبال على منتجاتهم. الحقيقة أنه لابد من ضبط الموضوع فيما يتعلق بالجوائز. الموجود في السوق هو في غالبه محرم، بمعنى أنه لا يجوز المشاركة في تلك المسابقات لأنها تدخل في جملة ما ذكر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي داخلة في الميسر الذي جعله الله تعالى رجس من عمل الشيطان، ولذلك يجب على المؤمن أن يجتنبه. والميسر هو كل مغالبة يدخل فيها الإنسان بين غرم وغن، إما أن يغرم وإما أن يغنم، فإذا دخل في مثل هذه الأمور فإنه داخل في الميسر الذي حرمه الله ورسوله. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن المسابقات جماهير العلماء المتقدمين وأصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز بذل العوض، يعني الجوائز، في المسابقات غير ما ورد به النص، اللي ورد به النص في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد: لا سبق أي لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. فجماهير العلماء على أن المسابقة تختص هذه الأمور الثلاثة وما في معناها أو أوجهها المتطورة في العصر الحديث، يعني الآن ما في خف البعير والحافر الفرس والنصل السهام، فتطورت آلات الحرب، فالمسابقات المأذون فيها شرعا هي ما كان عونا على الخير، عونا على حفاظ الدين وحماية حوزة المسلمين، ما عدا فإن جماهير العلماء على أنه لا يجوز. مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم جواز بذل العوض في المسابقات العلمية الشرعية، يعني في حفظ العلم الشرعي كحفظ القرآن كحفظ السنة كالمسابقة في البحوث العلمية، ما عدا هذا فالجماهير على أنه لا يجوز بذل العوض في هذه المسابقات. ولا فرق، هنا مسألة، لا فرق في بذل العوض بين أن يكون من طرفين، يعني مراهنة بين طرفين، أو من أحدهم يقول لك كذا إن حصل، كما هو الحال في المسابقة بعض المسابقات، أو أن يكون من طرف أجنبي ثالث، يعني يجي واحد يقول أنا عندي جائزة لمن يجيب على هذا السؤال ويتسابق فيه مجموعة من الناس، فلا فرق بين هذا. العموم قولي لا سبق، وهذه في كلام أهل العلم، سبق نكرة في سياق النهي أو النفي فتفيد العموم، ولذلك المسابقات الجرائد لا تجوز. طيب. وقد صدر في هذا عدة فتاوى من جهات عديدة، ليس من جهة واحدة، من جهات عديدة علمية، ولذلك أنصح إخواني بتجنبها، وأنصح الإخوان في الجرائد أن يبحثوا عن وسائل أخرى للترويج أفضل من هذه الوسيلة التي هي في الحقيقة استنزاف لأموال الناس، وغالب المحصل من هذه الأموال هو الذي يدفع في شراء هذه السيارات وهذه الجوائز.